صباح الخير على كل أوفياء لإذاعة القريبة منكم ميت غاديو. أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة اليوم من برنامجكم صحة وسلامة. وكعادة كل يوم خميس اللقاء كيجمعنا رفقة الدكتور مصطفى الودغيري طبيب أخصائي في الطب الباطني وأمراض الشيخوخة. صباح الخير ونهارك مبروك دكتور ودغيري. أهلا وسهلا بك. صباح الخير وسهلا. مرحبا بك معنا في حلقة اليوم. شكرا لكم. اليوم إن شاء الله إحنا مستمرين في سلسلة من الحلقات مشكور كنا عرفنا معك بطبيعة الحال الجهاز اللمفاوي. كنا تكلمنا على الكثير من الأمور اللي هي داخل في المكونات ديال الدم واللي هي أساسية ومهمة بزاف. اليوم غادي نمشي لواحد النقطة اللي هي مهمة جدا، الصفائح. نعم. هما الموضوع ديالنا اليوم من خلال برنامجكم صحة وسلامة. غادي نعرفوا المكونات ديالهم، غادي نعرفوا كذلك الدور ديالهم لما كيوقع فيهم شي خلل، شنو كيكون بالضبط وشنو المضاعفات ولا الأعراض ولا العلامات اللي كتبان. غادي نعرفوا كذلك واحد النقطة اللي هي مهمة بزاف خاصة بالتبرع بالصفائح، هذه الطريقة كيفاش كتكون وكيفاش شخص آخر كيستفد من صفائح ديال شخص آخر. فهذا الأمر كذلك غادي نطرقوا ليه اليوم إن شاء الله من خلال برنامج صحة وسلامة. مرحبا بتواصلكم معنا على 0522 46 72 50 51 أو 52، الرقم 5080. وما عليكم إلا تكتبوا في أول الرسالة اللي غادي نتبعتوا بها كلمة صحة SHA، كتخليوا فراغ صغير وكتبعتوا بسؤال ديالكم للرقم 5080. فنمشيو على بركة الله دكتور ودغيري باش نعرفوا المستمعين الكرام الصفائح هي عبارة عن أشنو بشرح قريب وبسيط. نعم. فالصفائح هي أحد مكونات الدم. نعم. كنا تكلمنا في حلقات ماضية على المكونات ديال الدم اللي هي فيها الكرات الحمراء الكرات البيضاء والصفائح. كل مكون عنده واحد الدور كيقوم به. كنا قلنا أن الكرات الحمراء الدور ديالهم خصوصا المكون اللي فيهم ديال مادة الهيموغلوبين هو نقل مادة الأكسجين للأنسجة والخلايا باش تعيش، يعني دور حيوي. نعم. الكرات البيضاء دور اليوم الأساسي هو الدفاع في الجسم على التعفنات او على خصوصا من يكون التهابات في الدم، فدورهم هو الدفاع في الجسم. والصفائح الدور ديالهم كيدخلوا ملي كيكون نزيف هما اللي كيدخلوا كيمشيو داك المكان فين كاين النزيف وكيتكونوا تما واحد المجموعه كيتكونوا باش كيتسد داك الجرحه داك النزيف باش كيحبس ما كيبقاش انسان ينزف. فهو الدور ديالهم الاساسي هو هذا، انهم كيدخلوا في مكان ديال النزيف باش يتحبس النزيف. فهو يعني دور مهم جدا، لان يعني ملي كيكونوا ناقصين في الجسم غادي يكون مشكل ديال النزيف ما يتحبس. لكن الاسباب فاما كنلقاهم اما ناقصين كثير او بعض الحالات انهم العدد ديالهم كيفوق العدد اللي هو طبيعي. هو العدد الطبيعي هو بين 150 الف حتى 400 الف واحد. ملي كيكون ناقص بين 100 الف ل 150 الف في الغالب ما كان نقوموش يعني بتحاليل كثيره، كتبقى فقط المراقبه. كنحاولوا ان تكون مراقبه مره في 3 شهور وكنشوفوا التطور، لان حالات كثيره كيجيو عندنا الناس كيلقاو 120 الف او 130 الف وهما دائما الناس تبارك الله في الوعي ديالهم كيشوفوا دائما يعني العدد الطبيعي، فكيشوفوا 120 الف او 130 الف كيجيو للعياده باش يشوفوا مشكل. في الغالب في هذه الحاله هذه كنقوموا بعض التحاليل فعلا كنشوفوا واش ما كاينش شي خلل في الجسم، بعض التحاليل كنقوموا بها، لكن ملي كتجيو التحاليل العاديين كنكتفيو فقط بالمراقبه ب 100 الف و 150 الف ما كيكونش نهائيا نزيف. كذلك بين ملي كينقص العدد على 100 الف هنا خص تكون مراقبة أكثر، يعني خصوصا ملي كيكون بين 50 الف و 100 الف هنا خص تكون مراقبة أكثر وربما تحاليل أكثر. وفي الغالب حتى بين 50 الف و 100 الف النزيف كيكون بسيط جدا أو بعض الطبائع اللي غنتكلموا العلامات بعض الأمور اللي هي بسيطة جدا، لكن قل من 50 الف هنا كيكون الخطر. هنا قل من 50 الف هنا كيكون الشخص متعرض أكثر للنزيف، النزيف اللي يقدر يسببه في أي مكان من الجسم ديالو اللي يقدر يعرض حياته للخطر، يقدر يكون حتى نزيف داخلي. نعم بالضبط. وهذا الدور ديالهم يعني نعم. حتى داخليا. نعم كيوقفوا النزيف. بالضبط بالضبط. نعم. يعني هنا باش نتكلموا على العلامات، فعلا ان العلامات انه كيكون نزيف في اي مكان في الجسم، نزيف داخلي في الامعاء، نزيف في الجهاز البولي. نعم. نزيف انسان يقدر يبدا يرعف بواحد الصفه اللي هي كثيره وما يحبش الدم نهائيا، ربما يقدر يكون
نزيف في اللثه ديال الاسنان عند المراه كيكون نزيف الدوره الشهريه كتكون كثيره بزاف او كيجيها الدم يعني في وقت غير طبيعي والكميه خصوصا الكميه كتكون كثيره ولكن اللي كيثير الانتباه ديالنا هما داك الطبايع اللي كيبان لنا في الجلد كاين طبايع على اما شي بحال نقاطي حمرين ما كيبقاو يعني العلامه كتبقى واخا كنبوكو عليهم بالصبع ديالنا كيبقاو باينين ما كيحيدوش كيتسمى بيربورا ولا كيكونوا طبايع زرق كيف ما انسان اللي طاح ولا كان شي يعني شي بحال الانسان تضرب بشي حاجه بحال الانسان كيبان الطبيعي زوق الطبيعي كيبانو بدون اي كان ما يصحش او ما يقع حتى شي حاجه كيبداو يبانو داك الطبيعي في الجسم ديالو كيكون فيهم شويه الالم ولا لا؟ في الغالب ما كيكونش الالم الا اللي كان شي مكان حساس ربما جيت المكان ديال المفاصل او ربما يكون شي الم لكن في الغالب ما كيكونش الالم فقط كيكون داك الطبيعي اللي هما بعض الحالات خصوصا عند الاشخاص المسنين كيبانو الطبيعي اللي هما كبار زرق او كيبان باللون قهوي وبيتو فيولي كيبان يعني ذاك الحاله ديالهم شويه كتثير انتباه لان الانسان كيخاف انه يكون لكن كما قلنا انه النزيف اللي كيكون خطير هو ذاك النزيف اللي كيكون خصوصا الجهاز الهضمي اما انسان يقدر يتقي الدم او كيكون عنده نزيف يخرج الدم يعني من الامعاء ديالو فهنا كيكون خطير جدا جدا الانسان خصو يدخل الطبيب خصو يدخل في اقرب وقت باش يلقى واحد يعني يعطيه علاج لهذا المساله. نعم اذا الموضوع ديالنا اليوم على الصفائح من خلال برنامجكم صحه وسلامه رفقه الدكتور مصطفى الودغيري طبيب اخصائي في الطب الباطني وامراض الشيخوخه ومرحبا بتواصلكم معنا على 05 22 46 72 50 51 او 52 فاصل اعلاني وراجعين فخليكم اوفياء وبقوا معنا. غادي نمشيو في تواصلنا مع المستمعين الكرام. اول مكالمه ام خديجه على الخط من الوالديه. صباح الخير ام خديجه. كبيرا لعبه اهلا وسهلا بك مرحبا. رفيت مني هضره معك. مرحبا بك ام خديجه. كبير محمد الدكتور سمحوا لي راني معصر كامله كنتعب. لا بالعكس شوف ارتاح ام خديجه. والله العظيم القلب ديالي اللي كنتي حدايا كتسمعي دابا كيضرب بزاف. شوف ام خديجه خذي الراحه ديالك. اول حاجه شحال عندك من عام؟ 32 عام. شحال عندك من عام؟ 32 عام. ايه واخا وشنو هو المشكل اللي عندك؟ كتكرعف مني كنت صغيره بزاف وتكبرت وبقيت كنكرعف. ايوا ودابا انا كنحس بواحد السخفه وديما النعاس فيا واخا نكون يلاه فقت من النعاس ديما غادي ليا النعاس وعظامي ولاو كيضروني بزاف وداك العظام ديالي كلهم كيتغزوا عليا وما عرفتش كيغزها ندير. نعم ومازال كترعفي لحد الان ام خديجه؟ باقا كترعفي؟ دابا ما بقيتش قاعده بزاف مره ولكن بناتي حتى هما وقع لهم نفس الشيء. نعم ورجليا واحد العظم ديال رجلي كيضرني بزاف كثر الايام عرفتي كامله كنبكي نهار كامل كنبكي. نعم كتحس بشي عياء ام خديجه؟ كتحس بشي عياء شي استخفاف في الوقت بزاف؟ نعم الم ربما في المفاصل ولا في الراس ديالك ولا؟ في تركابيه في رجليا بعد مرات كنكون بحال غير كنعجل ولا كنصب الجهاز ما كنبقاش نصب بحال الشوك يخرج ليا من يديا وما حتى شي حاجه. وخل نعم واخا ام خديجه الوزن عندك كيف داير؟ زيد شويه الوزن ولا لا؟ لا 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 ضعيفه واخا كانت تعبر ولكن انا ما قاريش باش غنشد العباره انا ضعيفه. واخا ام خديجه ان شاء الله نجاوبوا على السؤال ديالكم. شكوره ام خديجه تواصلتي معنا من الوالديه وان شاء الله دعوتنا لك بالشفاء القريب والعاجل ان شاء الله. تفضل دكتور ودغيري. نعم. المشكل ديال الرعيف كنا خصنا له حلقه خاصه هو كيكون يعني سبب دائما كنشوفوا موضوعي عفوا موضوعي. نعم المكان يعني ديال الانف يعني كيكون ربما بعد لي تاش فاسكولير كيتسموا يعني بعد العريقات في الانف اللي كيبداو ينزفوا كيكونوا بحال الشعيرات رقاق كنا تكلمنا عليهم. نعم فهنا في الغالب الطبيب اخصائي ديال الانف والحنجره الاذن هو اللي كيدخل باش كيديروا يعني بعد بحال كيحبسوا ذاك كيديروا بعد واحد لا كوغولاسيون كيحبسوا عندهم بالات باش كيحبسوا ذاك النزيف باش ما يبقاش يتكرر. هي فعلا ملي كيبقى مشكل ديال النزيف في هذه الحاله هذه كيقدر يتسبب في مشكل ديال فقر الدم لان الانسان كينزف فكيفقد واحد العدد واحد الكميه من الدم ديالو وبالتالي كيبان مشكل ديال فقر الدم. لكن كيف ما قلنا انه دائما ملي كيوقع المشكل الطبيب دائما كيطلب التحاليل ديال الدم ومن ضمنهم التحاليل باش كنشوفوا المكونات ديال الدم اللي فيهم الصفائح كنتيقنوا ان فعلا الصفائح العدد ديالهم عادي وبالتالي كنشوفوا ربما مشكل كيكون موضعي في الانف وكيكون العلاج فهاد. فهي بالنسبه لهذ العلامات اللي كتكلم معلوم ام خديجه ربما عندهم علاقه بفقر الدم اللي كتحس هذا العياء الشديد هذا الالم في ذاتها ربما الالم في الراس ديالها فهنا خصها تضوي تشوف الطبيب
نعم، ودير التحليله ديال فقر الدم. نعم، طبيب العائله والطب العام ولا الطب العام، نعم، باش كيطلب التحاليل وكيشوف فعلا واش كاين فقر الدم او لا، ويدير التحاليل ديالو باش يشوف النوعيه ديال فقر الدم. واخا نمشيو هاد المره باش نتواصلوا في مكالمه اخرى مع نعيمه على الخط معنا من قرسيف. صباح الخير نعيمه. صباح الخير. مرحبا بك. كي دايره بخير؟ الحمد لله نعيمه. كتهضروا على الصفائح؟ نعم اييه. واحد الاخت ديالي فهي عندها الصفائح ما كيتريكلوش كاع. شحال كتلقى فيهم نعيمه؟ عندها 150,400. 650,000. و400. نعم. و103. نعم. دائما كدير التحاليل كتلقى هذا العدد، العدد واه كيزيد عليه ينقص. نعم. كيزيد ينقص. واه كل مره كيزيد ينقص، دابا ما عرفتش ما غادي دير. لا واش متيقنا من العدد 650,000؟ لا يا عندي تسليها قدامي. واه لا كانت لا حيت اللي كان 1400. شحال شحال نعيمه؟ 150,000. 150,000. نعم. 150,400. نعم. ديال لي بلاكيت. شحال في العمر ديالها الاخت ديالك نعيمه؟ عندها 40 عام. 40 سنه. نوخا. نعم ما عندها شي علامات من غير مشكل، هذا المشكل ديال دابا ملي كتقاس ولا ها مو معايا تهضر معاك هي بالضبط راه حدايا. نعم دوز عليا. نعم. واه هاي. اهلا وسهلا بك، مرحبا بك معنا. الحمد لله، شنو الاسم ديالك؟ الحمد لله. الاخرى عندي هذاك شوف الاخت ديال نعيمه، شوف اول حاجه غير باش نتعرفوا عليك شنو الاسم ديالك؟ نبيل فوزيه. فوزيه مرحبا بك فوزيه، تفضلي. بارك الله فيك اختي، شكرا على هذا الاتصال. وحاليا عندي هذا البلاكير دابا انا بحال اللي كيشوفوا دابا كان بحال اللي كنفشل دابا كنبقى غير طايحه، دابا كنت بمرموت من الفراش ودابا كيتجرح لي دابا اي حاجه كتجرح لي. نعم. ودابا باقي واحد الحلوله عطيناها لي عاود كنديرها 16 ريال باش نشوفوا شنو عندك هذا الحل ديالو. اما نعاس اما دواء اما شي حاجه باش خصني شي طبيب اللي نعرفو باش وداكشي اللي واخا فوزيه ان شاء الله نجاوبوا على السؤال ديالك وشكرا لك تواصلتي معنا من قرسيف. تفضل دكتور بدغيري. السؤال ديال الاخت فوزيه يعني مهم جدا لان عطات واحد العدد ديال 150,000 و400 او 150,000، فقلنا انه ابتداء فوق 150,000 هو العدد الطبيعي، بين 150,000 و450,000 حاله طبيعيه عادي جدا. نعم. قلنا انه بين 100,000 و150,000 في الغالب ما كيكونش شي سبب، ربما كيكون ربما فقط كيكون متابعه. كنطلبوا ان نبقاو نعاودوا التحاليل لان في بعض الحالات فهمتي كناخذوا الدم ديال الشخص كيكون عندنا واحد 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 ماده في ذاك الفلاكون القريعه اللي كنديروا فيها الدم كتسمى لو دي تي ا، وذاك لو دي تي ا في الغالب كيمشي لي بلاكيت بزاف وكينقص، بالتالي كينقص العدد شي شويه كيحيدوا من العدد الطبيعي، فكنقولوا انهم الاحسن ديالهم بخليهم سيغ سيترات، يعني كنبدلوا داك المكون اللي كندير لو كونسيرفاتور اللي كون في التحاليل باش نشوفوا واش ماشي هو اللي تسبنا في داك النقص ديال لي بلاكيت، وغالبا كينقصوا غير شي شويه. هذا سيت ان ديتاي. فقلنا انه فعلا بين 100,000 و150,000 عدد اللي هو طبيعي جدا، كتبقى فقط المراقبه، وفي الغالب ما كيتعطيش شي نزيف نهائيا، ما كيكونش نزيف، لكن من الافضل ملي كنلقاو هذا العدد كنطلبوا بعد التحاليل، خصوصا التحاليل ديال الكبد، واش ما كاينش مشكل في الكبد، كنطلبوا التحاليل ديال الدم، بعض التحاليل ربما ديال امراض المناعه الذاتيه، حنا نتكلموا على الاسباب. قل من 100,000 هذا ممكن انه يكون بعض النزيف اللي هو بسيط، قليل بسيط جدا، خصوصا بين 50,000 و100,000 النزيف كيكون بسيط. فهنا اللي كيجعلنا ان نتكلموا فعلا مهم جدا، اللي سمحتي بأخت عفاف، نتكلموا على الاسباب، لان باش نعرفوا هذا الشيء نوضحوا الامور تكون واضحه عند الساده المستمعين. اللي كاين انه السبب اما كيكون لان كنعرفوا ان الصفائح كيتكونوا في النخاع العظمي في لامول اوسوز، هي اللي كتكون الصفائح، هي اللي كتكون المكونات الاخرى ديال الدم. فالمشكل اما كيكون خلل في النخاع العظمي لان ما كتكونش النخاع، ما كيكونش الصفائح بالطريقه اللي خصها تكون وبالعدد اللي خصو يكون كافي، او كتكون النخاع العظمي كيكون الصفائح بواحد الطريقه اللي عاديه، ولكن ملي كيمشيو للدم كيتم تدميرهم.
كيتم تدميرهم اما بواحد المكونات كيكونوا عندنا كنتكلموا على المضادات الاجسام لي زونتيكور اللي كي هما ما كيبقاوش يعرفوا بعض المكونات في الدم كيبداو هما كيجيبوا كيحسبوا انه داك لي بلاكيت ماشي طبيعي كيبداو يدمروهم بعض الامراض ديال المناعه الذاتيه غنتكلموا عليها او بعض الحالات انه كيكون بعض الادويه كذلك كيتخذوا هما كيجعلوا انه هاد المضادات الاجسام كيبداو يقوموا بهذا الدور هذا كيخربوهم او بعض الامراض الفيروسيه بعض لي فيروس تما بعض المرضي فيرال كنلاحظوا بعض المرات البلاكيت كيبداو ينقصوا هذه مساله طبيعيه ملي كيحيد داك الفيروس البلاكيت كيرجعوا للحاله الطبيعيه ديالهم فقلنا اما كيتم تدميرهم في الدم واما كيتم تدميرهم في الطيحان الطيحان لان قلنا في واحد الحلقه الماضيه ان الطيحان الضوء ديالها هو تدمير ديال المكونات ديال الدم لان قلنا عندهم دوره ديال الحياه نعم كتفوت واحد اللي كيساليو الدور ديالهم خصهم يتخربوا هنا في بعض الحالات ان ذاك الطيحان كيولي يقوم بواحد واحد المهمه اللي يعني اكثر من الحاله الطبيعيه وكيولي يدمروا لي بلاكيت وكيولي ينقص ماده الصفائح كبدا تنقص غالبا كنلقاوها في مشكل ديال التشمع الكبدي او بعض امراض الدم اللي الطيحان كيبداو يتنفخوا كتسمى ليبرسبلينيزم كيولي كيدمروا لي بلاكيت بشكل غير طبيعي فيعني مساله بسيطه اما كيكون السبب اللي هو في خارج من بعد تكوين الصفائح او مشكل في النخاع العظمي اللي ما كيتكونوش كيكونوا بعد مجموعه ديال الامراض ديال الدم كما كيكون يعني النخاع العظمي تصاب بواحد المرض كيسمى لابلازي ميديولير وما كيبقاش نهائيا يقوم بالوظيفه ديالو او خلل بعد امراض ديال اورام ديال الدم اللي كتجعل ان هاد لي بلاكيت هادو كيكونوا ناقصين. واخا غير بالنسبه للعلامات اللي تكلمنا دكتور مصطفى الودغيري واش ممكن النقص ديال الصفائح او اي خلل فيهم يعطي ذاك الفشل الانسان يحس براسه انه فاشل ما قادرش مثلا يفيق في الفراش اي مجهود بسيط ما يقدرش يديره كيديروا حتى هما هاد العلامات هو اللي كتكون شبيهه شويه بفقر الدم نعم فعلا اخت عفاف هو اللي كاين انه ملي كيكون لي بلاكيت ناقصين الانسان كيكون متعرض اكثر للنزيف وبالتالي النزيف كيؤدي لفقر الدم كيعطي العياء ملي كنديروا التحاليل كنلقاو ان كاين فقر الدم وكاين لي بلاكيت ناقصين يعني غالبا كيكونوا مرتبطين لي بلاكيت اللي كيكون لي الصفائح ملي كيكونوا ناقصين فقط كيعطيهم مشكل ديال النزيف في الجسم كيف ما شرنا والنزيف اللي كيقدر يكون بعض الحالات اللي هو خطيره لكن ما كيعطيوش يعني ما كيعطيوش هاد المساله ديال العياء فقط الدم اللي كيعطيها واخا غادي نبقاو في كرسيف دائما وهاد المره من بعد ناعمه وفوزيه غادي نتواصلوا مع مالكه صباح الخير مالكه صباح الخير استاذة كي داين لاباس عليك الحمد لله مرحبا بك مالكة بارك الله عليكم شكرا بزاف على هذا البرنامج والله العفو الله يبارك فيك تفضلي يا مالكة عندي سؤال دكتور الله يرحم الوالدين انا استقلي درت واحد العمليه كان خسر لي واحد الصابي في كرشي وحيدوا لي حتى الجراند الوالده اللي صغيره واش ممكن نحمل ثاني ولا ما عنديش الحق نحمل انا ما عرفت شوف مليكة هاد السؤال بطبيعة الحال خاصو يتوجه لأخصائي في أمراض النساء والتوليد وهو ماشي ضمن التخصص ديال الدكتور مصطفى الودغيري هو التخصص ديالو الطب الباطني وأمراض الشيخوخة فنتمنوا مليكة تخلينا الرقم الهاتفي ديالك وطبعا كتعرفي على أنه من خلال البرنامج لالا مولاتي مع زميلتي سناء الكناني كل أسبوع كيكون حاضر معها يعني أخصائي في أمراض النساء والتوليد وإن شاء الله توصلي السؤال ديالك وتاخدي الإجابة على ماد غاديو نمشيو هاد المرة باش نتواصلوا مع خديجة على الخط معنا من قصبة تادلة صباح الخير خديجة الو صباح الخير اختي مرحبا بك معنا إذا اختي لاباس عليك الحمد لله تفضلي خديجة السؤال ديالي اختي هو انني كنعاني من البلاكيت تقريبا 12 عام هادي ولا 13 عام نعم شنو المشكل اللي فيهم عندي هابطين شحال كتلقاي يا خديجة نورمالمون كنت تلقى 42 43 ولكن في هذا شهر واحد عندي 7000 ودرت في شهر جوج تحاليل عندي 39000 وكان ناخذ الدواء ومع ذلك هذا الشيء اللي كنصعب شحال السن ديالك يا لاله خديجه؟ السن ديالي 36 عام 36 عام ومن غير هذا المشكل ديال لي بلاكيت انت كتحس بشي حاجه عندك شي الم في الذات ديالك في المفاصل او كيخرجوا شي طبايع في الجسم ديالك؟ عندي الالم في الركابي بالضبط الالم العياء وداك الشيء فاش كنبذل شي مجهود ولا كنشقى هكا في الدار سميتو عندي عادي نعم بالنسبه انا كنت متبعه مع دكتور في بني ملال كنت متبعه مع تقريبا شي 5 سنين درت الدواء كاع درت التحاليل درت كل شيء قال لي مع عندي انا وعند العائله ديالي تقريبا نص العائله ديالي فيهم هذا المرض قال لي الطبيب عندك وراثي
دابا المشكله هو انني فاش نكون مرتاحه ما كنشقى ما والو كنحس شويه باش نيتو ولكن فاش كنبدل شي مجهود ولا ندير سبور شي حاجه عندي عادي. نعم وكتستعمل شي ادويه قلتي ياك كتاخذ شي ادويه؟ كنستعمل ادويه. كتستعمل ماده الكورتيزون ربما ياك ماده الكورتيزون الكورتيكويد اللي كناخذ الكورتيكويد فعلا بالضبط. نعم وملي كتكون تاخذ لي كورتيكويد كتلقى ان العدد تقريبا ولا كيتقاد ولا كيبقى ناقص يعني العدد؟ لا كناخذ الكورتيكويد كيطلع غير كنحبسهم ثاني كينزل ليا شويه. نعم وعندك شي علامات كتحس كاين شي نزيف في الجسم ديالك؟ لا عندي حتى حاجه. نعم كان حيد الضرسات والدة جوج وليدات عادي ملي كان جرح عادي درت اكسيدون عادي عندي ما تيكون عندي لا نزيف لا حاجه. نعم واخا خديجة شكرا لك تواصلتي معنا من قصبة تادلة. إذا تقدر تكون هذه الحالة دكتور بداية. نعم. رغم أن الرقم مثلا نازل يعني. نعم. في التحليلة ولكن الإنسان مثلا في النازف هي قالت حتى عند طبيب الأسنان. نعم. الوقت اللي كتحيد الضرسة ما كيكونش نازف بحال أي شخص عادي. هو يعني المسألة مهمة جدا. يعني العدد اللي كيكون قل من 50,000 كاين واحد يعني خطر انه انسان يمشي عند طبيب الاسنان او يدير بعد الحقن في 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 التدير ربما دي زانتيبيوتيك او ادويه او يعني كان شي عمليه جراحيه فلي بلاكيت يكونوا ناقصين او الصفائح يكونوا ناقصين ما يمكنش انه نعرضوا الجسم او الذات للخطر لان غيكون نزيف. كناخذوا الاحتياطات ديالنا باش لي بلاكيت قلنا ان كنحاولوا نفوتوا 50,000 اللي وصلنا 70,000 او 80,000 ممكن انها تقوم بات. لكن هي كتكلم على العدد ديال بين 7,000 على ما قيد بين 7,000 حتى 39,000 وهذا العدد اللي هو ضعيف وناقص بزاف وفي اي وقت يوقع على مشكل ديال النزيف. هنا هذه الحالات كنا تكلمنا على الاسباب فعلا ملي كنقوم واحد مجموعه ديال التحاليل كنتيقنوا بان الادويه ماشي هي اللي كتسبب. نحن واحد مجموعه ديال الادويه باش نتكلموا عليها خصوصا بعد الادويه ديال اللي كتعطى في امراض القلب والشرايين لي ديوريتيك كاين بعد الادويه اللي فيها لاكينين كاين الادويه لي بارين واحد الدواء اللي كنعطيهم ملي كيكون جلطه دماغيه او جلطه في القلب كتسمى ماده لي بارين كتقدر تسبب لنا نقص في لي بلاكيت. هذوما الادويه كاين ادويه اخرى حتى هي قليله كيعطيو هذا المشكل. كنتيقنوا ما كاينش مشكل ديال الادويه كنتيقنوا ما كاينش امراض ديال المناعه الذاتيه لان خصوصا كنا تكلمنا في واحد الحلقه الماضيه على مرض الذئبه لو لوبوس. لوبوس كنعرفوا انه كيقيس المكونات ديال الدم كيقدر ينقص الصفائح ينقصوا كيقدروا ينقصوا الكرات البيضاء ينقصوا كذلك ينقصوا الكرات الحمراء هاد المضادات الاجسام كتبقى تمشي وكتدمر لنا هاد المكونات ديال الدم. فمن كنتيقنوا بان ما كاينش مشكل ديال المناعه الذاتيه ما كاينش سبب كنقولوا عندنا مرض اللي هو السبب غير معروف بيربورا ترومبوبينيك ايديوباتيك يعني كنقولوا انه ما عرفش السبب وفعلا في هذه الحاله كنعطيو ماده لي كورتيكويد. لكن المشكل انه ملي كنعطيو لي كورتيكويد هذه باش نتكلموا على العلاج لان مهمه هذه النقطه واحد العدد واحد مجموعه ديال الناس كيبقاو ياخذوا لي كورتيكويد كيوصلوا لواحد العدد لكن ما كيبقاو دائما معرضين للخطر. هي فعلا لي كورتيكويد تقريبا 80% ديال الحالات كيقدروا يعطيو يطلعوا ماده مكون ديال لي بلاكيت لكن في الحالات الاخرى ملي كيحبسوا لي كورتيكويد كينزلوا عاوتاني الصفائح. هنا كاين ادويه كنقدروا نستعملوها بعض الادويه ديال لابيوثيرابي خصوصا ماده الريتوكسيماب هذا الدواء اللي كنقدروا عنده واحد المفعول مهم جدا كيطلع لي بلاكيت ولكن رغم هذه الحاله كيرجع بعض المرات كينقصوا لي بلاكيت. هنا كنضطروا نديروا عمليه ديال استئصال الطيحان. نعم. لاسبلينكتومي فهذه هي من ضمن يعني اخر الحلول. الانسان ما يقدرش يبقى عايش بهذا العدد ديال 10,000 او 20,000 او 30,000 لان في اي وقت يتعرض لا قدر الله ربما غير شي طيحه بسيطه او في اي وقت يوقع شي نزيف خصوصا النزيف اللي كنخوفوا منه هو النزيف في الدماغ ليموراجي سيريبرال. هنا خطر كبير لان كيوقع ليموراجي سيريبرال الانسان يقدر يفقد الوعي يعني يقدر حاله وفاه. فاللي كنصحوا الاخت خديجه انها تبقى متبعه مع الطبيب اخصائي في امراض الدم او اخصائي في الطب الباطني باش تكون متابعه الادويه لي كورتيكويد مزيان ولكن ما يمكنش تبقى تاخذ لي كورتيكويد واحد المده طويله وخصوصا كيبانوا الاعراض الجانبيه ديال لي كورتيكويد ربما نشوفوا واش كاين شي دواء اخر ممكن نستعملوا وربما انه الحل غيكون هو يعني بط او يعني الاستئصال ديال الطحان. نعم غادي نمشيو لنقطه اخرى هذه المره دكتور ودغيري كيف ما كنعرفوا يعني التبرع بالدم وحنا كنتمنوا انه هذه المساله تولي عاده عند بزاف ديال الناس خصوصا اللي كتكون عندهم شي فصيله اللي هي نادره. فكنعرفوا كذلك على انه ذاك الدم ديالنا راه كيتم التجزئه ديالو ربما من ضمنها الصفائح. نعم. فهنا التقنيه ديال التبرع بالصفائح كيفاش كتم واش كاينه هذه الامكانيه انه الصفائح ديالنا كيتبرع بها ممتاز. مثلا شخص كيستمر
يستفد منها شخص بالضبط. اخر بالضبط. وشكون هما الناس اللي كيقدروا يتبرعوا بالصفائح؟ نعم الاخت الوغ المساله مهمه، هذه نقطه مهمه جدا. يعني كاين ملي كاين انسان كيعطي الدم كان اما كان كيقوم واحد مجموعه ديال التحاليل باش كنشوف ان الدم ديالو بانه ما فيهش ميكروبات او تعفنات ماشي اللي بخصوص الهباتيت سي كيتحلل. نعم الهباتيت بي السيدا هذه المساله معروفه كتقام ملي كيكون الدم انه صافي ما فيهش مشكل كنعرفوا الفصيل ديالو وكنعطيوه للناس على حسب الفصيل اللي غادي يحتاج. في بعض الحالات كنحتاجوا من المكونات ديال 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 الدم وهاد المكونات ديال الدم خصوصا الصفائح كتسموا لي كونسونتري بلاكيتير. هنا كاين بعض الالات اللي هي الدور ديالها انها تجزا فعلا كتحيد تاخذ فقط الصفائح وهاد الصفائح هادو يعني كان كيحتاجهم المرضى في بعض الحالات. هنا اللي غناكدوا انه الصفائح كنعطيوه في بعض الحالات اللي هي خصوصا كيكون خلل في النخاع العظمي ان النقص في النخاع العظمي ما كينتش لي بلاكيت ولي بلاكيت كيكون ناقص يقدروا حالته وصلنا ل 10000 او 8000 يعني حاله خطيره كنضطروا ان نعطيو لي بلاكيت باش كيطلعوا غير تما نشوفوا كاين شي ادويه ربما كيكون مشكل ديال الاورام ديال الدم ادويه اللي غتكون قويه من بعد خاص تطلع شي شويه لي بلاكيت باش ما نعرضوش الشخص للخطر ديال النزيف. لكن ملي كيكون مشكل متعلق بهذه الحالات اللي تكلمنا انه لي بلاكيت ناقصين لان كاين واحد المكون في الدم اللي كيدمر الصفائح هنا واخا نعطيو الصفائح غير تم تدميرهم يعني بحال غادي نزيدو نشعلو داك العافيه نكبو عليو يعني بحال نكبو ليسانس في العافيه كيزيد يشعل فما خصناش في هذه الحاله نعطيو لي بلاكيت نهائيا. لي بلاكيت كيتعطاو للصفائح كيتعطاو فقط ملي كيكون مشكل في النخاع العظمي باش كيطلع لكن ملي كيكون مشكل ديال مضادات الاجسام او في هذه الحاله اللي قلنا ما معروفش السبب ما نعطوش غير تم التدمير ديالهم غادي ما كلتاش ادويه اخرى من ضمنها لي كورتيكويد. نعم غادي نمشيو دائما في تواصلنا مع المستمعين الكرام. هذه المره لطيفه على الخط معنا من صباح الخير لطيفه. صباح الخير تفضلي لطيفه مرحبا بك. الله يخليك. الله بغيت نسول الدكتور. اييه عندي انا واحد المشكل كيبانوا فيا الطبيعي حمرين في يديا كيبقاو يبانوا لي كيضروني ما والو. كيدير الطبيعي بحال نقاطي ولا طبيعي دويرات وحمرين دويرات حمرين نعم وفيهم الحريق. عندي مشكل ديال اولا عندي مشكل ديال تصلب الجلد. اشنو عندك؟ عندي تصلب الجلد. تصلب اي تصلب الجلدي اي وكيبان لي حتى الطبيعي بويض في عنقي وفي الجلد ديالي الطبيعي بويض بويضين وفي اليدين ديالك حتى هما بيضين ولا حمرين؟ لا حمرين في يدي حمرين في اليدين حمرين وفي الجلد ديالي بويضين. طبيعي كبار شويه كبارين كبار نعم ما كاين ما فيهمش شي الم يعني هما لا ما عندي لا ما كاين لا الم نعم ما كاين في الطبيعي ولكن التحاليل اللي كنديرهم زعما كيخرج مزيان غير داك كويس ميد اللي ناقصين شي شويه والصفائح كيكونوا عاديين كيكونوا عاديين. شكرا لك لطيفه تواصلتي معنا من سلا. تفضل دكتور ودغيري. نعم الوغ التصلب الجلدي فعلا كيكون كيقيس هو مرض مناعه ذاتيه كيقدر يقيس نعم. وكنا تكلمنا عليه معاك مشكور في احدى الحلقات نعم غير باش نذكروا المستمعين الكرام فهما الناس اللي كيولي عندهم تصلب ديال الجلد يعني كيولي الانسان بحال لابس واحد الماسك بالضبط يعني كيكون واحد التغيير في الحاله ديال حتى التعابير والملامح ديالو ما كتبقاش في الجلد في اليدين في الجلد كيولي قصح بحال الشكل ديال بحال يعني بحال بلاستيك بحال الكارتون كنسمي بو كارتوني قصحه ما كيبقاش داك التعابير في الوجه الفم كيولي ما كيقدرش يحل فمو بشكل عادي كيلقى مشكل في الاكل ولكن المشكل ماشي فقط في الجلد المشكل انه كيقدر يقيس اماكن اخرى في الذات يقدر يقيس الكلي يقدر يقيس الرئه يقدر يقيس الشرايين يقدر يقيس المفاصل يفهم مجموعه ديال المرض اللي هو العلاج ديالو شويه كيكون صعيب وخص متابعه تكون يعني متابعه كبيره باش يحاول بالادويه اللي كاينه لان مع الاسف الى يومنا هذا ما كاينش ادويه اللي كتحبس هذا المرض مع الاسف كيبقى يتطور ولكن الادويه كتخلي انه يتطور بما تدريجيا. فنرجعوا للمشكل ديال السؤال ديال الاخت لطيفه هاد الطبيعة اللي عندها ما عندهمش علاقه بالمشكل اللي كنتكلموا عليه ديال النقص في ماده الصفائح لان ذات التحاليل لقاتهم الصفائح هذه هاد المشكل الطبيعي عند داخلين في نطاق المرض ان في المرض من غير مشكل ديال التصلب الجلدي كيكونوا بعض الحالات انه كيبانوا شي طبيعة في الجسم ربما يكونوا حمر ربما يكونوا كذلك بويض كيف ما شاركم ديال لوكاليزي كيكون فقط بعض الاماكن كيبانوا الطبيعة حمر والشكل ديال الجلد كيبدا يتبدل ففي هذه الحاله كتكون فقط المتابعه ويعني ما كاينش مشكل. واخا نتواصلوا هذه المره مع خديجه على الخط معنا من مدينه الدار البيضاء ونقولوا صباح الخير خديجه. صباح الخير لاله. مرحبا بك معنا. الحمد لله. صباح الدكتور كلشي بخير. الله يخليك اختي. بغيت نسول الدكتور الوالده عندها
هي ديابيتيك وكيخرج لها واحد الحبوب في الدات ديالها كاملين. ومني مشات عند طبيب ديال السكري ديالها قال لها ما عنده حتى علاقه بالسكر. صيفطت عند طبيب ديال الامراض الباطنيه هنا في الدار البيضاء. وهذا الطبيب هذا عاود صيفطها واحد الطبيب اخر في الرباط. المهم نعسها واحد اسبوع هذا في كلينيك عنده تماك. ولقاو بان قال لها واحد مشكل عندك ديال هذا المناعه السيستم بحال هكا ما السيستم. عطاها الكورتيزون. دابا من عطاها الكورتيزون داك الحبوب تقشر ليها في داتها كامله حيت خرج ليها حتى في نيفها. نيفها قال لك ما عندوش علاقه بالداس هذاك تيقولوا واحد المرضي ديال روزاسي. مهم داك الحبوب مهم بدا تيتقشر ليها ولاني دابا هي شهر هذه كان بديلها في ثلاثه ديال الكينات شهر هذه بقى عندها جوج كينات ديال الكورتيكويد دابا هي رجليها تنفخوا ليها في تنفخوا بزاف عندها الحريق والكورتيزون ما نقص لها هذه دابا شهر بقى لها دابا هي في جوجات ولا طونسيو كتعبرها كل نهار كتلقى 17 16 سكر تيكون طالع حتى ل 6 بالضبط. وحنا خفنا دابا كون هادشي زعما شي والمكونات نعم المكونات ديال الدم اللي تكلمنا على الكويت الحمراء الكويت البيضاء والصفائح فيهم شي مشكل فيهم شي خلل ولا عادي؟ لا خرجوا لها كلشي خرج لها كلشي مزيان. وبابا الالتهاب عندها ديال التحاليل كاين درجة الالتهاب طالعة في الدم ديالها عندها التهاب شكرا لك تواصلتي معنا من مدينة الدار البيضاء. خديجة كنتي معنا على الخط مشكورة بطبيعة الحال. تفضل دكتور وتغيري. نعم فهنا الحالة ديال الأم ديال الأخت خديجة عندها مرض المناعة الذاتية ما هي السيستم الأمراض المناعة الذاتية فهي كثيرة وكثيرة كثيرة أكثر من 40 أو 50 نوع من الأمراض ديال المناعة الذاتية كيبقى على حسب العلامات اللي غتبانوا فيها على حسب التحاليل شنو لقينا فصعيب باش نعرفوا النوعية ربما واش مشكل ديال المرض الذئبة أو أمراض أخرى اللي تسبب هذا المشكل ديال الطبيعة في الذات ديالها كيف ما شرحت لهم. التحاليل يعني عطات كاين المناعة الالتهاب كاين لأن كاين عنده علاقة بالمناعة الذاتية الالتهاب كيطلع واستعملت مادة الكورتيكويد لأنه هو اللي كنعطيو في الغالب في هذه الحالة ديال المناعة الذاتية الأمراض المناعة الذاتية باش كينقص درجة الالتهاب وبالتالي كينقص الآلام وكينقصوا التطور ديال المرض. لكن أنه دائما كنتكلموا على مادة الكورتيزون أو الكورتيكويد كيتخذ واحد دائما واحد المده معينه وكل ما حاولنا نقصوا الكميه يعني بواحد الطريقه اللي منتظمه ومعقلانه تدريجيا ما كنجوش وكنحبسوها مره واحده بالضبط اختي عفاف فعلا وكنخلي واحد الكميه بسيطه كتسمى دوز مينيمال افيكاس واحد الكميه بسيطه اللي تقدر الانسان بحال اللي كتهم داك المرض وكنشوفوا واحد الوقت اللي يمكننا نحبسوها وكناخذوا الاحتياطات اللازمه. هنا كتكلم انه ارتفعت الضغط الدموي ارتفع السكري هذه مساله طبيعيه جميع المرضى اللي كيتناولوا ماده كورتيكويد ومعرضين هذه الاعراض الجانبيه ديال ارتفاع الضغط الدموي والسكري فهنا كنشوف فقط الادويه باش كنحطوا نلقاو واحد الدواء اللي غادي يقدر يقد يعني ماده الانسولين غالبا كنستعملوا باش كتقاد باش يتقاد السكر اكثر وبالنسبه لارتفاع الضغط الدموي كنعطيو ادويه باش كينقص الضغط فعلا. نعم اذا كتبقى المراقبه وعلاج على حساب العلامات والاعراض اللي كتبان في كل مره. بالضبط. نعم غادي نمشيو دائما في تواصلنا مع المستمعين الكرام وهذه المره ناخذوا لطيفه على الخط معنا. صباح الخير لطيفه. لطيفة صباح الخير ما كتسمعناش لطيفة نمشيو ناخذوا صالحة هذه المرة على الخط معنا من شرق المغرب مدينة وجدة. أهلا وسهلا بك صالحة. أهلا وسهلا تفضلي مرحبا بك. بارك الله فيك أختي الله يعطيك الستر عفاف. تفضلي صالحة شنو هو السؤال ديالك؟ عندي السؤال عندي المفاصل ديالي كلهم كيوجعوني. أييه الركابي بجوج بيهم لو كان ما ناكل هكا شي كينة ديال المفاصل ولا ما كنتحركش. أييه وعندي واحد النقاط كيخرجوا لي بعد الخطرات زورك. فين كيخرجوا بالضبط صالحه؟ كل خطره فين كيخرجوا مره في الفخاد مره في اليدين مره اغلبيه في الرجلين. اغلبيه في الرجلين ودرتي شي تحليله صالحه ولا لا؟ درت واحد الخطر ما عرفتش واش قال لي ما عندك حتى حاجه صافي عندك بدايه ديال الروماتيزم اللي قال لي في ذاك الوقت تاع الدكتور ديال العظام. قلت له هذا غير البدايه والنهايه غادي نقعد في
تحركنا. شحال في العمر ديالك صالحة؟ عندي 49. 49 سنة. واخا إن شاء الله نحاولوا نجاوبوا على السؤال ديالك. وشكرا لك صالحة توصلتي معنا من وجدة. فهنا بعد مرات دكتور مصطفى الودغيري صالحة راهي غير واحدة من بزاف ديال الناس. شنو كيكتفيوا؟ غير النتيجة ديال التحليلة. نعم. أما العلاج كيقولوا الطبيب يخليه ليك. نعم نعم فعلا كنلاحظوا بعض الحالات في هذا الشكل. فالمهم كيف في اي نوع كيف ما كان النوع ديال المرض خصنا نعرفوا السبب. كاين علامات والعلامات كيجاو ان عندهم علاقه بشي شي حاجه. ما كتبانش غير ما كتبانش. كاين علامات ضروري كاين واحد التفسير اللي خصنا نقلبوا عليه شي سبب. وهنا كيجي الدور ديال الطبيب لانه كيحاول بالفحص الكلينيكي ديالو يكون يعني متكامل نظره شموليه للمريض لانه مهم جدا. والتحاليل كينطلبهم على حسب العلامات وعلى حسب الامراض اللي يشك فيها الطبيب. فمشكله التهاب المفاصل كيف ما قلنا انه التهاب المفاصل الاسباب جد متعدده. امراض روماتيزم جد متعدده. 49 سنه فباقي يعني الحاله ديال نقولوا ديال انه جعل اللي بان واحد مجموعه ديال الامراض ديال الروماتيزم هذه اللي بان النساء خصوصا بين 25 سنه و 50 سنه كيكونوا معرضين اكثر باش بانوا مجموعه ديال الامراض ديال الروماتيزم. فهنا خص التحاليل اللي غادي يبينوا لنا السبب شنو واش مشكل مرض روماتويد او مشكل ديال امراض مناعه الذاتيه او بعض الالتهابات اللي كتصيب من نوع خاص كتصيب المفاصل. ضروري ان نشخصوا المشكل. هاد الطبيعة الزرق اللي كتبان فعلا ممكن انهم يكون عندهم علاقه بنقص ماده الصفائح لانه كما قلنا في مجموعه ديال الامراض المناعه الذاتيه الصفائح كينقصوا. التشخيص ضروري جدا لان بهذا التشخيص باش غادي نقدروا نوجهوا نعطيوا الادويه ديالنا باش ما تبقاش تحسب هذه العلامات. اللي بقات في هذه الحاله ربما غندخلوا في واحد اما هذا المشكل المفاصل غيزيد يتطور يقدروا يوقعوا تشوهات من بعد في المفاصل لان أيه. وخصوصا الاخت عفاف اللي مهم اللي كنساو نتكلموا عليه هي لا كاليتي دو في يعني ذاك جوده الحياه اللي كنتكلموا عليها. انسان كينعس بالليل وكينعس الالم كينوض في الصباح كينوض عيان ما يقدرش يمشي للعمل ديالو ما يقدر يقوم حتى بشي حاجه كيدخل في واحد الحاله ديال الاكتئاب من بعد الامور كتكون بسيطه ومن بعد كبدا تطور كتطورطو ولكن يعني بعض الادويه يمكن انه الانسان يرجع نعم. وهاد الاغراض وهاد العلامات كامله ما تبقاش فعلا كيعيش يعني الحياه ديالو عاديه بشكل طبيعي بالضبط. نعم غادي نمشيو دائما في تواصل مع المستمعين الكرام ولكن هذه المره الا سمحتي دكتور ودغيري غادي نجاوبوا على مجموعه ديال الاسئله اللي وصلتنا عن طريق الرقم 50 80. وغادي نبداو بالسؤال من عند مستمع او مستمعه ما عرفناش للاسف لانه ما دار لا الاسم ولا المدينه. كيقول ان عندي مشكل ديال جرحه في المعده هذه المده ديال 4 سنين وانا كنسمع نفس الهضره من الاطباء على انه جرحه في المعده. نصحوني مؤخرا على انه نخضع لواحد العمليه وانا تخوفت منها. اخر تحليل لقوا عندي لي بلاكيت ناقصين بزاف. واش هذا كذلك راجع ديك الجرحه اللي عندي في المعده؟ لا يعني الجرحه في المعده في المنظار هو اللي كيقدر يحدد فعلا شنو كاين بالضبط. نعم. مع جرحه في المعده يقدر يكون النزيف فعلا بالضبط. الجرحه في المعده من الاسباب اللي كتجعل نعم. انه الانسان يقدر ينزف انه كيكون التهابات في المعده اما قرحه اما او التهاب او يعني حبيبات يقدروا شيء ياخذوا في الامعاء كيقدر الانسان ينزف. هنا الحاله ديال النزيف الجرحه في المعده خص ضروري المنظار غادي يحدد لنا مهم جدا باش نعرفوا السبب بالضبط. ما عندوش علاقه مع لي بلاكيت. لي بلاكيت كيكون ملي كيكون ناقصين حنا تكلمنا اما مشكل من النخاع العظمي او مشكل تدميرهم في الدم. هنا لي بلاكيت خصو تحاليل اخرى باش نعرفوا علاش كينقصوا. نعم. معنا اس ام اس هذه المره من عند زهره من اكادير كتقول تحيه ليك الدكتور مصطفى المدغيري وشكرا لك على كل النصائح. اخر تحليله درتها كتقول انها لقات عندها الصفائح 454000 ولقات ليموغلوبين 10.9. كتقول نعم. كنحس دائما بالعياء. واش لي بلاكيت الا كانوا زايدين كيعطيو نفس الاعراض الفشل والعياء؟ ممتاز. هذا السؤال يعني كيجعلنا اننا نجاوبوا كاين جوج الاجوبه. نعم. لكن المشكل ديال 450000 هو العدد هو طبيعي. قلنا انه بين 150000 و 450000 طبيعي. هي 454000 فهو عادي ماشي عادي ماشي زايدين ماشي زايدين لا فوقاش يعني كانت ناخذوا الاحتياطات ديالنا ملي كيفوتوا 500000 او وصلوا حتى فصلوا 600000. نعم. هنا كاين بعض الامراض خصوصا بعض الامراض ديال التهابات ديال الدم ملي كيكون التهاب في الدم لي بلاكيت او الصفائح كنلقاهم بعض الحالات زايدين يوصلوا 550000 او 600000 على حاله طبيعيه ديال الالتهاب. كاين خلل في الجسم. أيه.
جميع المكونات كتكون على يعني مستعدة وكتقدر تزيد العدد ديالها للدفاع، كل واحد كيقوم بالدور ديالو. فهنا في الالتهاب كنلقاو لي بلاكيت طالعين او الصفائح كنلقاهم طالعين، ما كاينش ملي كنعطيو الادويه كينقص الصفائح كيرجعوا للحاله العدد الطبيعي ديالهم. كتكلم على الهيموغلوبين او الكرات الحمراء 10.9، فهي كاين فقر الدم كما تكلمنا في الحلقه السابقه انه قل من 12.5، فكنتكلموا على فقر الدم 10.9. خصنا نشوفوا الشكل ديال الكرات الحمراء، واش الحجم ديالهم صغير ولا الحجم ديالهم كبير، يعني ميكروسيتير ولا ماكروسيتير، وبالتالي كنشوفوا التحليه واش كاين نقص في ماده الحديد او نقص ماده فيتامين بي 12 او لي فولات. فهنا كاين واحد المجموعه كنشوفوا الشكل ديال، كنشوف حتى الهيموغلوبين واش شكلها طبيعي او الهيموغلوبين اللي هي ربما مش كيويرات الهيموغلوبين ماشي طبيعيه، الحاله ديالها ماشي طبيعيه وكيتم تدميرها لانها ماشي طبيعيه، واحد المجموعه ديال الامراض الوراثيه. على كل حال هنا التحاليل ملي غيبينوا لنا النوعيه ديال فقر الدم والدواء اللي خصها تستعمل. واخا نمشيو لاسماس اخر هذه المره من عند سميره، كتقول شكرا لبرنامج صحه وسلامه، بغيت نسول على واحد التحليله كنلقى مكتوب فيها في جي ام. نعم. كنظن اللي خاصه بالفوليوم كنظن اللي تكلمنا عليه دابا فعلا. وكتقول دكتور صغير راني لقيت فيها 107. نعم. من بعد ملي عاود التحليله لقيت فيها 97، ثلاثه ديال المرات دابا كندير التحليله والنتيجه كتخرج لي 97، بقاو في هذا العدد. واش هادو عندهم علاقه حتى هما بلي بلاكيت او لا نهائيا؟ لانه حتى انا عندي الاعراض ديال العيا دائما، بعض المرات كنقدر نحس لدرجه انه كنغيب وما كنسمعش الناس اللي حدايا. ما عطاتش السن ديالها، ما عطاتناش السن ديالها للاسف سميره. نعم. وما عطاتش العدد ديال الهيموغلوبين كذلك، ما عطاتناش، عطاتنا فقط غير التحليله. هذا الفوليوم جلوبولير مويان هو الحجم ديال الكريات الحمراء. هذه مساله مهمه جدا، فوق ما كنشوفوا التحاليل لان ما كنكتفيش فقط بالعدد، كنشوفوا يعني التفاصيل ديال الكريات الحمراء شكلهم كي داير، حتى هما عندهم شي رقم خصو ما يفوتوش. فعلا ملي كتفوت 95 الحجم ديالو كيولي هي لقات عندها 107 في الاول. نعم. من بعد رجعات ل 97، اذا فالحجم ديالهم كبير. هنا كنشوفوا كنطلبوا كنشوف واش كاين فعلا، واش كاين يونانيمي، واش كاين فقر الدم ولا لا، لان الحجم كيكون كبير. كنشوف واش كاين فقر الدم، كنطلبوا التحاليل ديال لا فيتامين بي 12. ملي كتكون لا فيتامين بي 12 ناقصه كنلقاو الحجم ديال الكريات الحمراء كيكون كبير. كنطلبوا كذلك التحاليل ديال لاسيد فوليك كذلك. هنا ملي كيكون مشكل ديال يعني فيتامين بي 12 مزيانه ولاسيد فوليك ولا فولات عاديين، كاين ان يعني بعض الامراض اخرى كتسبب في هذا المشكل ديال الحجم ديال الجلوبيل روج، بعض الامراض ديال الكبد كنشوفوهم، بعض الحالات ربما كذلك مشكل ديال الغده الدرقيه كذلك، ربما كتكون ناقصه، ربما كتكون الحجم ديال الكرات الحمراء كيكون شويه طالع على الحجم الطبيعي. ملي كاينش عندنا تفسير وكيكون فقر الدم، هنا كنقوموا بواحد العمليه، كناخذوا واحد العينه من النخاع العظمي وكنشوفوا الشكل ديال المكونات ديال الدم في النخاع العظمي. واخا اسماس اخر معنا دكتور ودغيري من عند مستمعه، كتقول الله يخليك انا عندي الام ديالي العمر ديالها 52 سنه، كانت في الاول عندها الدوره الشهريه عاديه 3 ايام 4 ايام ما كتفوتهاش، الوقت اللي دخلت تقريبا في السن ديال 50 سنه لحد الان يعني المده ديال عامين تقريبا، دابا كتجيها الدوره الشهريه حتى المده ديال 10 ايام، فكتسولك اشنو النوع ديال التحليل اللي خاصها دير دابا؟ يعني من الافضل ان تشوف طبيب اخصائي في امراض النساء والتوليد. نعم، لان هذه الفتره ديال 50 سنه و 52 سنه ربما قربت لسن الامل، فربما غتقطع عليها الدوره الشهريه، لكن المفروض انه تشوف الطبيب الاخصائي كيقوم بعد التحاليل يشوف واش كاين مشكل فقر الدم، لان مع اللي كان الدوره الشهريه المده ديالها طويله فربما تتعرض لمشكل ديال فقر الدم، ربما كاين بعض التحاليل ديال لي زورمون يقدر يطلبهم في بعض الحالات معينه، وخصوصا كيقوم بفحص بالصدى باش كيشوف الرحم ديال المراه واش عادي او تكون فيه داك لي فيبروم، داك الكويرات اللي كيقدروا يبانوا. على كل حال كاين الطبيب الاخصائي اللي غادي يقدر يتابع في هذا النشاط. نعم. اسماس اخر كذلك معنا من عند مستمعه كتسولك دكتور ودغيري، هي الكبيره كتقول لك واش نقص لي بلاكيت كيعطيو ضعف على مستوى القلب، واش كيضعفوا القلب؟ يعني النزيف المتكرر، هذه مسألة مهمة جدا، أنه النزيف المتكرر تسبب في مشكل ديال فقر الدم لانيمي، ولانيمي مع الوقت كتعيي القلب، لأن القلب كيولي كيدير مجهود كبير مضاعف، لأن القلب كيضخ الدم باش كيوصل لجميع الأعضاء كاملة، وملي كيكون الدم ناقص يعني الأكسجين ناقص، فبالتالي خصو يقوم بواحد المجهود مضاعف، ربما اللي كانت الدقة ديالو 70 أو 80
الابيض تلقى ديالو 90 او 100 او 120، لان خصوصا بعض الحالات ان الناس اشخاص مسنين او الناس اللي عندهم بعض الامراض المزمنه كمرض السكري او امراض القلب والشرايين، هنا القلب ملي كيولي الدقه ديالو كثيره فكيقدر يتسبب في عياء كما بين لانسيونس كاردياك، مع الوقت كيقدر مشكل ديال لانسيونس كاردياك. فهو الناس اللي عندهم القلب ضروري التحليه ديال فقر الدم تكون باش نعرفوا انها اللي كان خصها تعالج ما خصهاش تبقى لان القلب غادي يعيا. غادي نمشيو لاس ام اس اخر. هو عبد الباقي من مدينه فاس كيسولك دكتور ودغيري انه الزوجه ديالو حامله ولقاو عندها نقص في البلاكات، واش غادي يكون شي تاثير على الجنين او لا؟ لا مع العلم على انه كانت حامله ومصدقش ليها الحمل زوج ديال المرات، يعني دارت فوسكوش زوج ديال المرات، حاليا حامله ولكن البلاكات ناقصين، واش غياثروا على الجنين؟ النصيحه للاخ نفاس انه يشوف طبيب اخصائي في الطب الباطني في اقرب وقت، لان خاص تشخيص. السيده حامل جوج مرات خسرات لي فوسكوش دو فوا، لي بلاكيت ناقصين، هنا ربما قد يكون مشكل ديال المناعه الذاتيه، ضروري يشوف طبيب اخصائي في الطب الباطني في اقرب وقت اللي غتاخذ واحد المجموعه ديال التحاليل باش نشوفوا هذا السبب، لان هذا النقص في البلاكيت هو اللي يقدر يتسبب لها في هذه لي فوسكوش المتكرره. شكرا لك جزيل الشكر الدكتور مصطفى الودغيري طبيب اخصائي في الطب الباطني وامراض الشيخوخه. فكلمه شكر دائما كتبقى قليله في حقك دكتور، دائما كتكون حاضر معنا، كتلتزم بالمواعيد، فمره اخرى شكرا دكتور ودغيري، اهلا وسهلا بك. احنا وصلنا لنهايه حلقه اليوم من برنامجكم صحه وسلامه، وفقط باش ما يفوتنيش على انه نقول كل اخصائيين مشكورين اللي كيحضروا معنا من خلال برنامج صحه وسلامه، فكل واحد منهم كيكمل الاخر. غدا ان شاء الله ما تنساوش سلسله من الحلقات اللي هي خاصه بالمكونات ديال الدم، رفقه الدكتور طبعا رفقه الاستاذ محمد الحليملي واخصائي في التغذيه الصحيه والحميه العلاجيه، غادي نتكلموا على المكونات ديال الدم كيفاش ممكن نقويوها عن طريق التغذيه، الكريات الحمراء، الكريات البيضاء، لي بلاكيت كذلك او الصفائح، كيف ممكن نقويوهم عن طريق التغذيه، وهكذا غادي نتفاداو الكثير من المشاكل الصحيه والاعراض والعلامات اللي كتقدر تبان عند الانسان. احنا وصلنا لنهايه حلقه اليوم، لكم اطيب وارق تحيه من عفاف ماجد، كانت معكم وراء الميكروفون مجدولين علامة الادريسي، رفقتني في الاخراج وسامحه عشوبي، مشكوره كانت استقبال مكالماتكم، كنتمنى صباح سعيده للجميع ان شاء الله، الى اللقاء.